السلام عليكم أيها الحضور الكريم، أيها الغيار، يا من لبيتم نداء الحق ونداء الضمير ونداء الإنسانية واجتمعتم هاهنا لتعبروا عن موقف الشعوب الحرة والمسلمة والمؤمنة في رفض هذه المحاكمة الجائرة المقيتة. ونحن إذ نجتمع هنا نعبر عن امتعاضنا وعن سخطنا وعن رفضنا لكل أشكال التعصب أو أي محاكمة جائرة ظالمة بحق هذا الشيخ النبيل الشيخ نمر النمر، وما أروع أن يكون اسم على مسمى. إن الشيخ النمر لا يمثل طائفة أو خطا أو تيارا أو جهة معينة، إنما هو يمثل صوت الحرية والإباء، صوت المساواة والعدالة. ولذلك من واجب كل حر وشريف في هذا العالم أيا يكن مذهبه وأيا يكن دينه وأيا تكن قوميته وأيا يكن جماعه، أن يقف موقفا من هذه المحاكمة الجائرة الظالمة، وفيما لو سمح الله أن يصدر أي قرار أو أي حكم جائر بحق هذا الشيخ النبيل فإن ذلك مدعاة للمزيد من الاحتقار في هذه المنطقة. الشعوب لن تصمت، الشعوب لن تسكت، الشعوب لن تقف مكتوفة الأيدي متفرجة على ما يجري من ظلم لعملاق ورمز من رموز الحرية ومن رموز الإرادة والعزيمة للتحرر من أوثان الجبروت والطاغوت. ولذلك باسم شعب البحرين وباسم كل حر وشريف وكل مسلم غيور ندعو تلك السلطات المسؤولة التراجع عن هكذا قرار، التراجع عن هكذا قرار، وأن تتخذ موقفا إيجابيا ورشيدا. لا وبل نطالب كل المسؤولين بالإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين معتقلوا الرأي في الدولة المجاورة، أبناء رأي وأصحاب مطالب عادلة ومحقة، نطالب بالإفراج عنهم في هذا البلد وفي ذلك البلد من سجون الدكتاتورية. وكما يجب أن ندين ونشجع تلك السلطات المسؤولة عن أي حماقة أو عن أي جريمة يمكن أن ترتكب، كذلك نحن ندين ونشجع كل الدول والمنظمات التي أقامت الدنيا ولم تقعدها حينما أسر أبناء المقاومة الإسلامية جنديا صهيونيا أقاموا الدنيا وما أقعدوها. نطالب كل أولئك أن يتحركوا، أن يقفوا، أن يكون لهم موقف من هذه الجريمة.